انا هون صار عندي 3 سيكتورز. راح ابدا الان زي ما بدينا المره الماضيه، راح اعتبر انه هذا الانيشال فاليو، بس انا عارف انه راح ينزل، بس هو الانيشال فاليو بي انيشال، فبي انيشال عندي 14.4. راح نعمل اول اتريشن، فحتى نعمل اتريشنز من هون راح احط هون سيكتور 1 سيكتور 2 وسيكتور 3، وراح ناخذ هون ناخذ بي انيشال مثلا او تاو انيشال عفوا ار تي تي انيشال اول واحد، وبعدين راح نحاول نشوف كم مره بنقدر نعمل. فراح نعمل هذول الثلاثه، بعدين راح ناخذ الافرج، بعدين راح نعمل ثاني اتريشن ثالث اتريشن ونشوف تقريبا امتى راح نوقف من هون. فراح ناخذ السيكتورز الثلاثه هذول، السيكتور الاول والثاني والثالث، ونحسب الراوند تريب تايم لكل واحد منهم بناء على 14.4. إذا نبدأ هلا هي 14.4 هون، هذا السيكتور السفلي 100 100 100، لا عفوا مش السفلي، خليني ابدا بأوطى واحد في الثلاثة، فناخذ هذا طلع انه هل هو هي هذا اقل واحد، هي عندي 400 البوبيليشن 400 100 100 100 والباقية كلها زيروز. نعمل تشيك ديتا صحيحة، انا ماخذ 10000 ترايل، الفيلوستي كانت 2.5 مش هيك احنا اخذناها، نعمل كوب. نسجل هذا الرقم، هذا الرقم عندي 91.1، خلينا ناخذ 1 ديسيمال بليس 91.1، ناخذ التاو الثاني. هلا بدي الثلاثة تاوز عشان اخذ الافرج تبعهم ومنه اطلع الباسنجرز الجداد، فراح نروح على الفيجر الثاني اظن اللي هو هذا، نتاكد انه هذا هو الميدل سيكتور، هي الميدل سيكتور 5 6 7 8 مضبوط، ونعمل نفس الشيء جو. أيوة حتى انا كنت كاين عامل رن عليها بالاول 105 تغيرت اوكي، هي اذا 105.4، وناخذ السيكتور الثالث هي اللي هو فيجر 3، نتاكد انه فيجر 3 هي 100 100 100 اللي هم 9 و10 و11 و12، نعمل نفس الشيء. .119.8 خلينا نسميها. هلا حد يحسب الافرج تبع الثلاث ارقام هذول؟ 105.4. هلا نقسمها على قديش نقسمها؟ على عدد بدنا نطلع الانترفال، بس عدد المصاعد في السكتر قديش؟ 2 فبنقسم على 2 52.7، بعدين بنضرب في اللامدا، لازم حسبنا اللامدا لكل سيكتور مش هيك؟ اللامدا للسيكتور راح تصير عندنا كانت 0.48 على 3 راح تصير 0.16، اضرب الرقم من اللي عندك في 0.16 هذا passengers per second 8.4. شايفين نزل كيف نزل فجأة؟ نزل كمية كبيرة بنزل، فصار هلا 8.4 هو الرقم الجديد اللي رح نبني عليه، فكان هون بي 14.4 8.4 قديش يا الام؟ 4. اذا نحط هون نحط هذه هون، تكتب الار تي تي عشان تكتبها على اللوح بس كل ما احسبها، فناخذ هلا هذه هون 8.4 هذا اي سيكتور؟ السيكتور الثالث. هلا حط الكولوم الثاني حطه ار تي تي ان بلس 1 اللي هو 102.7 مش هيك تقريبا؟ لا السكتر الثالث اللي تحت ثالث سكتر 102.6 اذا بدك ناخذ الثاني هلا هون السكتر الثاني راح نحط فيه 8.4 نعمل run 88.2 وهذا راح نحطه كمان 8.4 نعمل run 73.8 الافرج 80.
88.2 عم بيطلع اللي بالنص كأنه لأنها symmetrical building. 88.2 هلا 88.2 بنقسمها على كم مصعد احنا قلنا؟ 2 وفي 0.16 7.1 ناخذ هذا السيكتور هلا هذا السيكتور اللي هو S1 ايوه 69.3 قديش هذه طلعت الباسنجرز 7.1 هذا الاوسط 83.5 ناخذ الثالث 7.1 و 97.9 الافريج 83.6 اوكي 83.6 على 2 في 0.16 إذا الباسنجرز الجديد رح يصير 6.7 هذا للسكتر الثلاثة اللي فوق أوكي إذا هذا 96.3 ثالث واحد تحت ناخذ اللي بالنص بس راسك شوي خالد قديش 6.7 الأوسط 81.9 والأول بس رح ناخذ هاي موقف عندها 6.7 67.5 81.9 عم بيطلع لي بالنص مش هيك اوكي هلا 81.9 خلينا ناخذ مثلا الرقم النهائي نقسم 81.9 على 2 حتى نطلع الانترفل اذا صار عندي هلا الرقم النهائي الراوند تريب تايم ار تي تي افريج ل 3 سيكتورز كان 81.9 سكندز الانترفل الفاينل قديش صار 40.9 4 seconds P final اللي هو هاي مضروبة في 0.16 6.5 passengers وايش ضل في اشياء لازم نحسبها نقدر نحسب الافرج ويتنج تايم مضبوط الافرج ويتنج تايم راح يساوي هاي لامدا 0.16 فهي بتساوي 1 على 0.16 minus 1.2 وعدد الباسنجرز 6.5 minus 1 على 2 فبيطلع AWT 13.9 seconds وكانت عندي هون قديش وصلت 10.45 فارتفعت شوي طبعا هي ارتفعت بسبب السكترينج بس ردت نزلت بسبب نقصان الباسنجرز اللي موجودة هون في شيء ثاني لازم نحسبه من هون قبل ما نروح بدنا نحسب بس الـ ATT مظبوط الانترفال حسبناه RTT حسبناه AWT وبي هذول كلهم جاهزين اوكي هلا بنحسب الاي تي تي